أخرى البابية هي مولودية العلمة تتعثر بملعب مسعود الزقار. البداية بهذه اللقطة هي في الدقيقة 33، نوبلي يتوغل داخل منطقة العمليات. بعد هذه اللقطة الحكم السيد قموح يعلن عن ضربة الجزاء. قرار السيد الحكم أثار احتجاج عناصر أمل بوسعادة. بلهمري يتولى التنفيذ مسجلا الإصابة الأولى في هذه المباراة، ونهاية الشوط الأول بنتيجة هدف دون رد لمصلحة مولودية العلمة. الشوط الثاني إرادة كبيرة من لدن أشبال المدرب جلول زهير الذين استفادوا من كرة ثابتة في الدقيقة 60. بن طالب يتولى التنفيذ، إنها إصابة التعادل. المبادرة دائما بوسعادية، هجوم منسق بقيادة بن طالب، أخذ ورد، لكن الخط الأمامي البوسعادي لم يحسن التصرف. آخر لقطة تستحق الذكر في هذه المباراة لمصلحة مولودية العلمة، ركنية من بلحمري. بلعنصر في القائمة الثانية لم يتمكن من إضافة الهدف الثاني، ونهاية المباراة بنتيجة هدف